بوز فيو الرابر المغربي بوز دار لينا بوز وركع البطونه نتاع بوز وجمد لاصين حبس كل شيء قال لينا ديرو بوز ديرو بوز كافي خذ لك قهيوه وخذ لك حليوه ودوق المعنى ودوق الحكمه غا بن عمي. علاش غنتكلم على بوز في هذه الحلقه؟ لاسباب مختلفه. اولا بوز كنعرفو شخصيا، يعني معرفه شخصيه بيناتنا من ايامات حتى واحد ما كان كيعرفنا، كنت كنعرفو انا وهو كيعرفني وغير حنا اللي كنعرفو بعضياتنا. وواحد السيد اللي مثقف، واحد السيد اللي عميق، واحد السيد اللي مسالم جدا، واحد السيد اللي ظريف بواحد الطريقه غريبه جدا. المهم ماشي هذا السبب في الحقيقه، السبب هو انه التراكات ديالو، الخدمه اللي كيدير خدمه مختلفه، وبانت البارح، بانت البارح في الخرجه نتاعو في التراك الاخير اللي دار سوكسي كبير. وملي كنتكلم على السوكسي، ملي كنتكلم على النجاح نتاع التراك في الراب، كنتكلم على المشاهده طبعا، وكنتكلم ايضا على النقاش اللي خلق، النقاش اللي خلقو بوز انطلاقا من ذاك الاغنيه، وهو نقاش ماشي فقط في المغرب حتى في الجزائر. و هذا التراك هذا تشاف بزاف في اسبانيا، في المانيا، في فرنسا، يعني نجح حتى في اوروبا. ما الذي ميز خرجة بوز بالامس؟ ميزها هو انه خدا واحد لوقيد، دونك كان شي واحد اللي ما بغاش يتسرع، ما بغاش يزرب، خدا ليه وقيد، دار بوز لراسو وتصمت وتمعن في ما حدث ويحدث بين لي رابور نتاع المغرب ولي رابور نتاع الجزائر، وتبين لديه ان الاثنين من الطرفين ما كانش خصهم يديروا داك الشيء، وكان من الاجدر داك الراب نتاعهم، داك الاحتجاج نتاعهم، داك الغضب نتاعهم يوجهوه لاطراف اخرى سماها بالاستعمار، سماها بالقوة الخارجيه اللي كتحاول دائما تخلي شعب واحد ياكلوا بعضياتهم. وملي كنقول شعب واحد هو قالها بصيغه اخرى، قال انا عندي بحال الجزائر بحال المريخ، وتكلم على تمازغه، وهنا كيقصد شمال افريقيا باعتبار اننا شعب نشترك في الكثير. اذا بوز طبيعة الحال الراب هكا داير، ولكن هو يتميز بان الصور كثيفه ومكثفه جدا 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 في التراك ديالو، يعني واحد العدد نتاع لي فوتو نتاع لي زيماج مكومبريسي. اللغه ايضا مكثفه، وهنا غنتكلم على اللغه نتاع بوز، طريقه باش كيكتب، طريقه باش كيالف، كتبين انه عنده اون فيزيون، يعني عنده رؤيه، يعني ماشي شي واحد اللي باغي غير يخوي المزيوده، باغي غير يقول داك الشيء اللي كاين، باغي غير ينفس، ومن بعد عاد غادي نجي ندوي على التنفيس والتطهير اللي كيديروا الراب. بوز مشى الى ابعد من ذلك، عنده رؤيه فيها كريتيك، فيها نقد، ونقد ماشي نتاع المباشريه، ماشي ديريكت، كيستعمل الترميز بزاف، عنده الرمز حاضر بقوه، عنده الإحالة حاضرة بقوة، عنده في الأساليب نتاع التعبير واحد النوع نتاع التشبيه والاستعارة اللي كتخضى الحدود نتاع المغرب والحدود نتاع شمال إفريقيا بالعموم، كتبين أنه يفهم الإنسان في العالم بطريقته الخاصة، يفهم الضغط اللي كيعيشه الانسان كيف ما كان في كل الاوطان، باعتباره بنادم اللي واكل الدق من طرف اله نتاع الاقتصاد، من طرف الاله نتاع المصالح الماليه للشركات العابره للقارات عبر العالم. اذا بالنسبه لي انا بوز
هو واحد الرابر من القلائل جدا اللي دازوا من مستويات ومن الأبعاد اللي جا الراب باش يخلقها في المجتمع. كيفاش؟ غنتكلم بلغة بسيطة أكثر. الراب كنت قلت في واحد الحلقة سابقة بأنه شكل احتجاجي. دونك ملي كيكون أو ملي كتكون فيه اللغة مباشرة، اللغة يعني مأخوذة من الواقع اللغوي نتاع الطبقات المسحوقة، الطبقات الاجتماعية المقهورة والكادحة، ملي كتبقى بشكل مباشر كتكون احتجاج وفقط. وبزاف نتاع لي رابور كيديروا هاد القضية هادي. دي رابور في الراب نتاعو كاين غير البعد نتاع الاحتجاج. طبعا من البعد نتاع الاحتجاج الهيه، ملي كيتصنت المستمع او المتلقي التراكات نتاع الراب، شنو كيوقع له؟ هو كيوقع له ما يسمى بالتنفيس، وفي مستوى اعلى التطهير، الكاتارسيس، وهذا الدور نتاع الفن عموما، ولكن كيكون حاضر بقوه في الاشكال الفنيه اللي فيها داك التنفيس على داك الضغط اللي كاين عند الانسان الداخل، كيتسمى الكاتارسيس. ملي كنتفرج انا واحد الفيلم هندي وكنبكي مع البطل وكنتشكط مع بروسلي وكنرجف مع الافلام نتاع الرعب، كنخرج مغسول، كنخرج مطهر متطهر. اذا هذا الشيء خصنا نوعوا به ونعرفوا بانه هذا النوع نتاع الافلام او الاعمال الفنيه عموما اللي كتقول برد لي على قلبي، داك تبراد على القلب راه ماشي مفيد صحيا لك وفقط، بل ومفيد للنظام مول القرمومة اللي شاد العالم. داك الشيء علاش تيتشجع الراب دابا عبر العالم، لانه يخلق لدى الطبقات اللي كتسمع له الحاله نتاع التطهير. اذا التطهير بالنسبه للناس اللي باغيه التغيير شي حاجه خايبه. التطهير لا يغير، وبالتالي الراب في هذا المستوى هذا ما يمكنش نتكلوا عليه انه يغير لنا من الاوضاع الاجتماعيه او اوضاع سياسيه. هو تعبير بشكل مباشر، وبالتالي كينفس وفقط وكيطهرك وفقط. اذا امتى ممكن يولي الراب مؤثر؟ يعني تجاوز المرحله الاولى اللي هي تعبير احتجاجي، يتجاوز المرحله نتاع التنفيس والتطهير، ويمشي للمرحله الثالثه اللي هي مرحله التاثير، لانفلونس، يعني يبزز يا اما على المتلقي انه يبدل من لي كومبورتومون نتاعو، من طريقة التفكير نتاعو، يولي شخص عارف اش باغي، عارف شنو وقع عليه، عارف القوالب اللي كيتقول بها في حياته اليومية، ولكن ماشي غير يعرفوه فقط، واش قادرين نخلقوا واحد الخطاب نتاع الراب اللي يخلي هاد الشباب من بعد يكون فاعل، ما يوليش او ما يبقاش فقط مفعول به. بوز غنرجع عنده باش نقول بانه كيتيح في الاعمال ديالو. انا تفرجت واحد العدد كبير نتاع الاعمال ديالو، رغم اني قلت انا ما كنتمزكش وما كنتنغمش، ولكن كنتفرج باش نعرف كيفاش كيدار داكشي، كيفاش كيتخدم داكشي. بوز على مستوى تيماتي، على مستوى الجمل، على مستوى التعابير الفنيه، على مستوى طرق نتاع البناء ديال الصوره وديال جماليه الصوره لديه، كيبان بأنه ذو فلسفة، عنده فيزيو، عنده رؤية، وبالتالي يخلق لدى من يستمع إليه داك الأسئلة ديال كي غنديرو نبدلو هادشي، كي غنديرو نبدلو وضعنا، ماشي نسبو ونعايرو ونخسرو الهضرة وفقط، ماشي نكلاشيو ونبيفيو ونحيدو داك الغبن وفقط، بل يكون عندنا رؤية فيها شوية نتاع ملامح ما يمكن أن أغيره فيا أنا كشاب كمراهق كنتفرج للراب، ومن بعد باش نفرض واحد النوع نتاع التغيير على صناع القرار. وصناع القرار يقدروا يكونوا محليين، جهويين، وطنيين أو دوليين. طولت الفيديو، سمحوا لي. السلام عليكم.